أسامة عويدات عضو مكتب سياسي حركة الشعب ورئيس قائمتها الشبابية في تبرب. أنا نحب نغير في بلديتي، نحب نغير في بلديتي. وقت يكون في المجلس البلدي نحب نخدم على إدارة عصرية، إدارة متطورة، إدارة قريبة من المواطن. أنا نحب نغير في بلديتي وقت يكون في المجلس البلدي نخدم على المشاريع المعطلة في تبربة ونفعلها على خاطر تبربية. أنا نحب نغير في بلديتي ونحب نبدل وقت تكون المدينة نظيفة ضاوية ومنظمة. أنا وقت يكون رئيس بلدية، أنا وقت يكون رئيس بلدية باش نخدم على الرياضة، باش نخدم على المبدعين. أنا وقت يكون رئيس بلدية باش نخدم على المدينة والعمادات الموجودين دايرين بها، باش تكون وحدة متكاملة في الفلاحة، باش تكون وحدة متكاملة باش تكون وحدة متكاملة في النقل، باش تكون وحدة متكاملة في التهيئة العمرانية. وقت لي أنا رئيس بلدية باش نخدم على أنه البلاد تطلع في الإيشلون وتطلع من الرتبة 150 في 2018 لآخر الموندا، لآخر الموندا نتاعنا تولي في الرتبة من العشرة الأولى في البلديات في الجمهورية التونسية. باش نخدم على مؤشرات اللي منها باش تكون الشفافية، باش تكون نفاذ المعلومة، باش تكون الرقابة المالية، ولهنا باش نخدموا على تطوير البلدية، تطوير البلدية اللي باش يكون بلدية تبدل اللوك مع شباب تبربة، بلدية وقت يدخل لها واحد يدخل لها فرحان، يدخل لها منشرح، وقت يخرج منها يحب يرجع لها.